محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية. تلات عرافين في حياته قالوا له كلام وتنبؤات، وكل اللي قالوه حصل بالظبط. في الحلقة دي هنتكلم عن علاقة مبارك بالعرافين في نهاية الخمسينيات وفترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر. مبارك كان في بعثة عسكرية للسودان، وكان قاعد في جلسة مع مجموعة من الضباط، فكان في صديق ليهم من السودان قال لهم انه عايز يجيب لهم عراف مشهور جدا هناك، وناس كتير جدا من المشاهير والسياسيين بيجيبوا العراف ده علشان يقول لهم المستقبل او الطالع، او ان يقول لهم اسرار عن حياتهم من خلال قراءة الكف. العراف السوداني في الجلسة دي اتكلم مع مجموعة الضباط اللي موجودين، لحد ما وصل عند الضابط مبارك وطلب منه ان يمدلي ايده علشان يقرا له الكف. واول ما العراف شاف كف مبارك وقعد يحلله قال له انه هيكون رئيس مصر. وفي الفترة دي كان شيء مستبعد جدا ان الضابط محمد حسني مبارك ممكن يبقى رئيس جمهورية مصر العربية. بعد الجلسة دي مبارك طلب من كل الحاضرين انه محدش يجيب خالص سيرة القعدة دي او اللي حصل فيها، ومحدش يتكلم خالص عن نبوءة العراف على اعتبار انها مجرد جلسة وراحت لحالها. وبعد فترة كبيرة وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر تولى الحكم الرئيس محمد انور السادات وعين محمد حسني مبارك نائب ليه، وكأن دي بداية الخطوات لتولي مبارك منصب الرئيس. مبارك افتكر كلام العراف السوداني ليه اللي قال له بعد الجلسة اللي حصلت في السودان انه هيكون رئيس مصر، ولان مبارك كان نائب للرئيس فكان من الطبيعي انه كل خطواته يتم مراقبتها، وده طبعا بهدف الحفاظ عليه وعلى امنه وعلى حياته. لكنهم لاحظوا ان مبارك دائم التردد على بيت غريب موجود في مصر الجديدة، ولما سألوا الرئيس مبارك ايه اللي بيوديك البيت ده قال لهم ان في هناك عرافة اسمها ام ماجد، العرافة دي ساكنة في البيت ده وهي مشهورة جدا وبيجي لها مجموعة كبيرة من المشاهير سواء في مصر او في العالم العربي. والعرافة ام ماجد كان معروف عنها انها بتقدر تقرا المستقبل الخاص بالشخصيات من خلال قراية الكف، وتعرف ساعتها عن مبارك انه بيحب يطمن على مستقبله السياسي من خلال تردده على شخصية زي ام ماجد في انها تقرا له الكف كل شوية او تقرا له الطالع والمستقبل. وام ماجد لما قرت الكف للرئيس مبارك قالت له انه هو هيمسك منصب الرئيس ولكن هيمسكه بالدم، وهيسيب منصب الرئيس برضه بالدم. مبارك ساعتها ما كانش فاهم النبوءه الغريبه اللي بتقولها له ام ماجد، لحد ما جت سنه 1981 وحصلت حادثه الاغتيال الخاصه بالرئيس محمد انور السادات في المنصه، كان الرئيس مبارك قاعد جنبه بالظبط. وبعدها على طول اتولى الرئيس مبارك منصب رئيس الجمهوريه، وفعليا هو تولى منصب الرئيس بالدم لانه المنصب جه بعد عمليه الاغتيال. الفكره هنا ان الرئيس الاسبق مبارك سمع كلام من اتنين عرافين مختلفين، واحد من السودان وواحده من مصر. وبعد ما تولى مبارك منصب رئيس الجمهوريه كان في رحله عمل لفرنسا، وهو هناك وفي زياره رسميه جاله الدكتور بطرس غالي وقال له ان في عرافه فرنسيه مشهوره جدا بيجي لها مجموعه كبيره من الدبلوماسيين والمشاهير في فرنسا علشان هي ست متخصصة سواء من خلال انها بتقرأ الكف او ليها طرق تانية خاصة بيها. مبارك وافق على طول وطلب ان يشوف العرافة الفرنسية ويقعد معاها شوية. قعدت معاه فترة طويلة تتكلم معاه، وبعدها سألته شوية اسئلة لحد ما قالت له النبوءة بتاعتها ان الرئيس مبارك هيسيب المنصب اول ما يعين نائب ليه، وانه كمان بعد تعيين النائب الرئيس مبارك هيموت. يقال ان مبارك اتضايق منها جدا في القعدة دي وعاملها بطريقة مش كويسة بعد ما قالت النبوءة بتاعتها. وتعدي السنين لحد ما نوصل سنة 2011 وتحصل ثورة يناير، والأول مرة الرئيس مبارك يعين نائب ليه هو السيد اللواء عمر سليمان. وزي ما انتوا عارفين ان مجرد ما الرئيس مبارك عين نائب ليه فعلا ترك منصب رئيس الجمهورية وفوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. ويقال ان مبارك مجرد ما ترك منصب رئيس الجمهورية سافر شرم الشيخ وطلب من المحيطين حواليه ان هم يشوفوا له عرافة مشهورة جدا بدوية اسمها برضو ام ماجد، وطلبها لانه كان محتاج يسمع منها شوية كلام يطمنه على مستقبله. وطبعا بعيدا عن تحقق النبوءات الثلاثة للرئيس مبارك الا اننا كلنا عارفين انه كذب المنجمون ولو صدفوا. سلام عليكم.